اللي بيميز انسينك اكاديمي في نادي نيو جيزا ان احنا عاملين كل حاجه بطريقه فيري بروفيشنال. لازم في اهداف محطوطه من دلوقتي لمده سنتين لكل طفله. الاهداف دي بتبتدي تتجزا لاهداف شهريه وبعد كده اهداف يوميه، فكل مدربه داخله التمرين عارفه بالظبط ايه الهدف من التمرين وهتطلع منه بايه. اسمي داليا جلال علام، انا الفاوندر والهيد كوتش اوف انسينك سينكرونايزد سويمنج سكول. احنا حاطين اهداف ان احنا نعمل الاكاديمي نحضر البنات بطرق مختلفه، مش بس بنأهلهم بدنيا، بنأهلهم برضو نفسيا. احنا عايزين البنات كلها توصل لمراكز متقدمه عالميا مش بس مصر.